السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كما تعودنا بندعو لمرضى المسلمين حقيقة النهاردة، يعني العدد كبير، ربنا يا رب بيشفي جميع مرضى المسلمين. بدعو لوالدي والاخت هدى المصري والشيخ شيخنا وحبيبنا الشيخ ابو اسحاق الحويني والاستاذ ياسر الهواري والحاجه خيرات والحاجه سعاد عفر والدكتور سامر يوسف والطفله براءه والطفل مروان شادي سمير وباسل شادي سمير والاستاذ ايهاب الشيمي والحاج ابراهيم صقر والحاج نبيل فارس ووالده الاستاذ عمرو رفعت والحاجه احلام حسن والحاجه ليلى حسن والاستاذ عيد فتحي والاستاذ علي بكري علي والطفل بدر الدين محمد عليوه والطفل عبد الله عمر والحاجه امينه حافظ والاستاذه وفاء فهيم والحاجه نوال علي حسن والحاجه ام رابح فريد العزالي والطفله جنى سمير حامد والاستاذ ابراهيم سليمان والاستاذ اشرف الخولي وام سليمان محمد والحاج سيد احمد وزوجه الاستاذ كريم السويف وجميع مرضى المسلمين. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم، 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 اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم. ندعو مرضى المسلمين، بندعو والدتي والحاج حسن يوسف صقر والاستاذ حمدي فرج والحاج عادل الفواخري ووالدة الشيخ احمد حسن واخت الشيخ محمد فرج والاستاذ احمد محمود محفوظ ووالد ووالدة الاستاذ عادل محمد والاستاذ محمد مرزوق. اسال الله عز وجل ان يرحمهم رحمة واسعة، اللهم اكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران، نور قبورهم ووسع قبورهم واسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها ابدا، واتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم امين. بداية اعتذر لاخواني واخواتي واهلي واحبابي عن اللقاء الماضي لاني كنت مريض، وربنا يا رب يعفو عنا جميعا، وما زلت تعبان والله، لكن ما اقدرش استغنى عنكم اكتر، يعني مش هقدر اقول استغنى عنكم اسبوع واحد، ما اقدرش استغنى عنكم لحظه واحده، وربنا يجمعنا دايما على الطاعه وعلى الخير ويبارك فيكم ويجمعنا جميعا في الفردوس الاعلى انه ولي ذلك والقادر عليه. كما انوه دائما الدروس، كل الدروس اللي بنقولها كلها من كتاب رحله الى الدار الاخره. تعالوا نكمل مع بعض قصه المسيح الدجال، قصه خطيره جدا جدا ومساله كبيره، ومش انا اللي بقول الكلام ده، ده حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، النبي اخبر ان اكبر فتنه على وجه الارض منذ خلق ادم عليه السلام والى قيام الساعه هي فتنه المسيح الدجال. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يامر الصحابه ويامر الامه صلى الله عليه وسلم ان هم يعني، او بلاش يامر يعني، كان يدل الامه صلى الله عليه وسلم على ان يكثروا من الدعاء بعد كل تشهد وقبل التسليم بان يتعوذوا من اربع: اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب اللهم اني اعوذ بك من فتنه المحيا والممات ومن عذاب القبر ومن عذاب النار ومن شر فتنه المسيح الدجال. فشوف بقى لما يقول اعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنه المحيا والممات ويجي عند المسيح الدجال وايه، ومن شر فتنه المسيح الدجال، فتنة كبيرة وكلها شر، ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين ويرزقنا إياكم الثبات على الأمر وعلى الدين وعلى الحق إنه ولي ذلك والقادر عليه. بدأنا في الحديث عن أشراط الساعة الكبرى من الحلقة اللي قبل اللي فاتت، وقلنا ان من علامات الساعه دي او انها ليها صفات معينه انها بتتتابع بسرعه زي عقد كده انفرط منه الحبات فبتنزل كلها ورا بعضها، يعني هكذا شبهها النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفنا مين هو المسيح الدجال وعرفنا صفه المسيح الدجال ومن اين يخرج وسبب تسميته بالمسيح الدجال، وقلنا ان هو اكبر فتنه زي ما النبي عليه السلام قال، وقلنا ان من ادله قرب ظهور المسيح الدجال ان يهجر الناس ذكر المسيح الدجال. يعني ايه؟ ان الناس يغفلوا عن ذكر المسيح الدجال وان يغفل الائمة على المنابر من ذكر فتنة المسيح الدجال. اتكلمنا في الحلقة الماضية عن صور من فتنة الدجال، وقلنا ان من ضمن الفتن بتاعته بل من اشد الفتن اللي هي جنته وناره، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدجال ده معاه جنة ومعاه نار، الجنة بتاعته هي نار
والنار بتاعته هي جنة. والنبي عليه السلام موضح لنا من خلال ثلاث اربع احاديث ذكرناهم عشان بس ما نكررش كده، يعني احنا بس بنذكر كيعني عناوين بس فقط كده، ان قلنا يا جماعة ان النبي عليه السلام موضح ان من اسباب النجاة من فتنة بقى جنة الدجال ونار الدجال، قال اول حاجة ان انت ايه تستغيث بالله، ان انت فعلا يا جماعة ما فيش اي فتنة في الدنيا نقدر ننجو بها الا اذا استعنا بالله، اذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، وإن أنت تعلم أنه لا ملجأ من الله إلا إليه سبحانه وتعالى، أنت محتاج له لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. أول حاجة تستغيث بالله، ثاني حاجة تقرأ فواتح سورة الكهف، ودي فايدة بقى حفظ القرآن، ربنا يرزقنا وإياكم يا رب حفظ القرآن الكريم والعمل بآيات الله بآيات القرآن الكريم بفضل الله سبحانه وتعالى. ثالث حاجة تغمض عينيك، زي ما قلنا أنت معانا مش هتغمض عينيك، مش هتقدر تغمض عينيك، إنما طبعا مع الدجال لازم تغمض عينيك، ومع فتنة الجنة والنار بتاعت الدجال يبقى أول حاجة تستغيث بالله، تاني حاجة تقرأ فواتح سورة الكهف لو حد بيكتب ورايا، ثالث حاجة تغمض عينيك، رابع حاجة تطقطق رأسك وتشرب من العين اللي هي فيها نار، فستجد هذه العين ماء باردا مثلجا جميلا، واخد بالك. رابع حاجة أو خامس حاجة تلقي بنفسك في التي تراها نارا فإنها ماء عذب بارد، كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أول فتنة أو أول سورة من سور فتنة الدجال الجنة والنار اللي معاه. تاني حاجة سرعة انتقاله بين البلدان، يبقى أنا قاعد في القاهرة وأسمع إن الدجال مثلا موجود مثلا في أرض الشام، أقول الحمد لله ده فين وفين على ما يوصل لنا، تجده في لمح البصر قدامك في القاهرة، تكون أنت مثلا في المغرب تقول لي الحمد لله ده في القاهرة تلاقيه عندك في لحظة، فينتقل انتقال سريع جدا، وكل هذا بقدر الله سبحانه وتعالى. فالدجال أهون من ذلك، أهون من أن يجعله الله سببا لفتنة أي مؤمن في الدنيا، بل بالعكس ده ربنا بيؤيد المؤمن بأشياء عظيمة جدا يتغلب بها على فتنة المسيح الدجال، أنه دلنا من خلال حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم ازاي ان احنا ننجو من فتنة الدجال. النبي لم يذكر الفتنة ويسكت ابدا، النبي ذكر لنا فتنة الدجال وقال لنا ازاي ننجو. جميل جدا جدا ان انا اقول لك خد بالك القطر دوت لو وقفت قدامه ممكن تموت، طب عايز تنجو بلاش تعدي من على شريط القطر، اطلع من فوق الكوبري اللي بيعدي من فوق القطر. يبقى انا بذكر لك الفتنة وبذكر لك اسباب النجاة من الفتنة ديت، وده اللي النبي كان بيعمله دايما، ما تركت من خير الا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر الا وقد حذرتكم منه بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده يعني فعلا لن نستطيع أن نوفي حق النبي أبدا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. يبقى سرعة انتقال الدجال بين البلدان دي من صور فتنة الدجال. ثالث حاجة استجابة السماء والأرض بأمره، كل ده برضو بتقدير ربنا سبحانه وتعالى ليكون ذلك فتنة للكفار والمنافقين وغير ذلك، لكن للمؤمنين بفضل الله يزداد إيمانا وتثبيتا. ونشوف دلوقتي إزاي الإنسان ممكن في عز الفتنة يزداد إيمانا وتثبيتا بفضل الله سبحانه وتعالى. فاستجابة الأمر السماء والأرض بأمر الدجال يعني يقف وسط الناس مثلا يقول لهم إيه رأيكم أنا ربكم، طب إزاي أنت ربنا، إيه رأيكم تحبوا أخلي السماء تمطر، تقدر؟ آه طبعا أقدر، يلا يا سماء مطرت، ثم مطرها بالفعل، كل ده بتقدير ربنا سبحانه وتعالى. الحاجة التانية الأرض ديت ما بتطلعش زرع، دي أرض ممحلة جرداء يعني لا زرع فيها ولا ماء، أرض بور ما تصلحش للزراعة، بسيطة خالص، عايزين إيه بالظبط من الفاكهة؟ والله نفسنا في البطيخ، واللي عايز مانجا واللي عايز موز، طب بسيطة خالص يا أرض يلا طلعي موخ وموز ومانجا وخوخ والكلام ده كله، فتطلع كل المزرعات دي كلها قدامهم هم واقفين. الأرض خرابة، إيه الأرض دي؟ ده أرض خرابة ما فيهاش حاجة خالص. طب إيه رأيكم الأرض دي مش فيها كنوز؟ الله أعلم. طيب هقول لكم حاجة، أنا هخلي الكنوز دي تطلع حالا قدامكم، فتطلع الكنوز اللي موجودة تحت الأرض المخبوءة دي تطلع وتمشي ورا الدجال بأمر الله سبحانه وتعالى. يجي مثلا يعني سبحان الله درجة النشياه تبقى معظمة وتعبانة وهزيلة، فيأمر الأرض فتنبت فتأكل الشياه أو تأكل الأغنام وتأكل الأبقار فتصبح سمينة ودروعها مليئة باللبن سبحانه. كل دي فتنة من فتن الدجال. رابع حاجة إن الدجال كان هيستعين بالشياطين، واستدلنا على ذلك بالحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدجال هيأمر رجل، يقول لرجل أعرابي يقول له إيه رأيك تحب إن أنا أحيي لك أمك وأبوك، إيه رأيك؟ تخيل حضرتك كده والدجال بيقول لك إيه، هو أبوك وأمك ماتوا؟ فبتقول له آه، يقول لك إيه رأيك تحب تشوفهم؟ طبعا نفسي أشوفهم، طبعا أنا حالا حالا في لحظة كده هحيي لك أمك وأبوك. فيأمر اتنين من الشياطين فيتمثلا في شكل أبيه وأمه، الاثنين يطلعوا في صورة أبوه وأمه، فيقول العربي يا بني اتبعه إنه ربك،
خد بالك سبحان، شوف فتنة قد ايه، فتنة لدرجة ان يخلي الشياطين يتمثلوا في صورة بني ادمين باشكال معينة عشان يكونوا فتنة يعني لهذا الشاب. رقم خمسة، ان هو هيقتل شاب ثم يحييه امام الناس، وكل ده يا جماعة كل ده بتقدير ربنا سبحانه وتعالى. وقلنا قصة الشاب اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال ان هو دوت يعني اعظم الناس شهادة عند رب العالمين، الشاب اللي اول ما يسمع الحديث لو مسلم لما يسمع بخروج الدجال فيخرج ويلاقي الناس ملمومة حوالين الدجال، والدجال عمال بيقول لهم انا ربكم. وبعدين الشاب اول ما يروح فالحرس بتوع الدجال ياخدوا الشاب ده رايح فين، رايح لهذا الرجل الذي خرج، يقولوا له او ما تؤمن بربنا، انت ما تؤمنش ان هو ربنا، قال لهم ما بربنا خفاء وربنا يخفى علينا، ده رجل اعور ومكتوب بين عينيه كافر، يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب. خد بالك، ودي بقى يعني ايه من تثبيت المولى عز وجل اهل الايمان. شوف رحمة ربنا، الله لطيف بعباده، يقبل الله عز وجل ان يخلي فتنة زي كده تكون سبب في ان مؤمن يكفر او انه يبعد عن ربنا او انه يفتن بهذه الفتنة. ما يحصلش الكلام ده كله لان ربنا لطيف بعباده سبحانه وتعالى. فيقول ما بربنا خفاء، فيروحوا عايزين يذبحوه، واحد يقول لهم انتوا بتعملوا ايه، احنا ما امرنا ان احنا ما نعملش حاجه الا بامر ربنا اللي هو الدجال يعني، فيروحوا يرجعوا للدجال فيقول له او ما تؤمن اني ربك، يقول له لا انت المسيح الدجال الذي اخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويصرخ هذا الشاب وسط الناس ايها الناس هذا الدجال الذي اخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفجاه يجي الدجال بقى يوم امر بقى الحرس بتوعه ياخدوه ويضربوه ضرب شديد جدا جدا، ثم ياتي اليه الدجال يقول او ما تؤمن اني ربك، يقول لا والله ما ازددت فيك الا بصيره، يوم يامر بقتله. يتقتل ازاي؟ يقوم شاقينه بمنشار يا جماعه، يشقوه بمنشار من راسه لحد ما يتفرق نصين نصين، نص كده ونص كده، ويمر الدجال بين نصفي الشاب، يعني يمر الدجال يمشي نص يمين ونص شمال، والدجال يمشي في النص، وبعد ما يمشي في النص يقول لهم ألئن أحييت هذا الشاب أتؤمنون أني ربكم، يقولون نعم، فيقول له قم فيقوم، فيقول ها أتؤمن أني ربك، فيقول لا والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت المسيح الدجال الذي أخبر عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بهذا الشاب الدجال ده عايز يقتله، عايز يخلص منه، ده يعمله فضايح ومشاكل يعني، فعايز يقتله. فإذا بهذا الشاب يصرخ في الناس يقول أيها الناس اثبتوا فإنه لن يسلط على أحد بعدي، ما تخافوش هو مش هيسلط على أي واحد من بعدي، وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى، لأن النبي أخبر بهذا الكلام، وهذا الشاب سيؤمن بكلام النبي ويقول هذا الكلام أمام المسيح الدجال، وده من تثبيت المولى عز وجل لأهل الإيمان بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول إنه لن يسلط على أحد بعد. يجي الدجال مسك سكينة عايز يقتل هذا الشاب، فيتحول هذا الجزء إلى جزء من النحاس. شوف بقى بقدرة ربنا سبحانه وتعالى، يجي يذبح وينشر في إيه ده كله، ده نحاس، فما يقدرش إيه إنه يقتله، فيضطر في النهاية إنه ياخده ويشيله كده هيلا بيلا زي ما بيقولوا كده، ويرميه فين؟ في النار بتاعة الدجال اللي هي أصلا جنة، فيخيل للناس أنه قد رمي في النار وإنما قد رمي في الجنة، ويعلق حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، ويقول هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. وختمنا الدرس اللي فات وقلنا ان من شدة فتنة الدجال يا جماعة ان مفيش نبي على وجه الارض الا وحذر امته من شر فتنة المسيح الدجال، وده اكبر دليل على انها فتنة كبيرة جدا جدا. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. قبل ما انسى حبايبي، قبل ما نبدا بحلقة النهاردة، وصلتنا رسائلكم الجميلة الرقيقة، وانا والله يعلم رب سبحانه وتعالى، بس عشان نحافظ على وقت الحلقة والورق والوقت بسيط جدا، ان شاء الله ندعو لهم جميعا في الثلث الاخير من الليل بالاسم، والله بالاسم كل واحد بيبعت رسالة والله لا اهملها، اذا كانت على الموبايل او كانت من خلال الاس ام اس ان شاء الله بدعي له بالاسم، ومش لازم اللي بيبعت رسالة على الموبايل ان انا ابعت له ارد عليه اقول له نعم دعيت لك، لا يعني ايه انا اكتفي بالدعاء لاني مش هقدر ارد على مئات الرسائل كل يوم. ربنا يحفظنا ويحفظكم ويبارك فيكم جميعا. تعالوا نتكلم بقى دلوقتي في حاجه جديده عن الدجال. الدجال فين دلوقتي يا جماعه؟ هل الدجال موجود؟ والجواب نعم، الدجال موجود. طب هو موجود، هو عاش كم سنه؟ عاش كتير جدا، ربنا اللي قدر ان هو يعيش العمر ده كله. خدوا بالكم الدجال من موجود من امتى يا جماعه؟ من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، موجود من زمن النبي. هو امتى بالظبط اتوجد؟ امتى اتخلق؟ ما فيش اي روايه تدل على هذه المساله. خد بالك المساله مهمه، ما فيش روايه تدل على متى خلق الدجال.
هل هو مخلوق من زمان؟ والدليل على كده مثلا ان كل نبي حذر امته من فتنة الدجال، الله اعلم. لا نستطيع ان نجزم امور الغيبيات دي، ما نقدرش نجزم فيها، واحنا مش هنستفيد ان احنا نقول الدجال اتولد في مثلا في الضرب الاحمر يوم كذا والساعه كذا ومواليد القاهره والسجل المدني مش عارف الخليفه يعني ايه، مش هنستفيد حاجه من الكلام ده. طب الدجال كان مثلا عنده كم سنه، مش هنستفيد حاجه من الكلام ده، لان ما دام حاجه لم يخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخبرنا عنها المولى عز وجل يبقى لا فائده من السؤال عنها. لكن عايز اقول ان هل هو فعلا كان عايش من زمان من قبل زمن النبي وما فيش نبي الا وحذر امته من فتنه المسيح الدجال؟ قد يكون، الله اعلم، لا اجزم بهذا. او هل هو خلق في زمن النبي وهيفضل موجود لحد نزول سيدنا عيسى عليه السلام كعلامة من علامات الساعة الكبرى في آخر الزمان ويقتله سيدنا عيسى؟ هو ده اللي نقدر نجزم به تماما، ان هو موجود من زمن النبي لحد زمن سيدنا عيسى. اما هل كان موجود قبل زمن النبي؟ الله اعلم، دي ما نعرفهاش خالص. لكن يقينا نجزم ان هو موجود من منذ زمن النبي والى زمن نزول سيدنا عيسى عليه السلام بعد ظهور المهدي ونزول سيدنا عيسى عليه السلام. طبعا هيكون ظهور الدجال وبعدين نزول سيدنا عيسى عشان يقتل الدجال بفضل الله سبحانه وتعالى. الفتره دي يقينا الدجال موجود، يعني على الأقل الدجال ده هيكون عايش على الأقل حوالي 1600 سنة أو 1500 سنة، يقينا هو عايش الفترة ديت وموجود في مكان ما. موجود فين بالظبط؟ الله أعلم. هل هو موجود في روسيا؟ ناس بتقول كده، ناس بتقول هو موجود على مشارف روسيا، وناس بتقول هو موجود في الحدود اللي ما بين روسيا وتركيا، وناس بتقول هو موجود في الحدود اللي ما بين تركيا والعراق. الله أعلم هو موجود فين؟ الله أعلم. لكن يقينا هو في البقعة دي، صح، في جهة في البلاد الايه، في بلاد المشارق، بلاد المشرق، هو موجود في الاماكن ديت. لكن فين بالتحديد؟ الله اعلم، لا نجزم ابدا فين الدجال موجود. لكن هذكر لكم حديث في قمة العجب، حديث عجيب جدا جدا، لو قضينا فيه الليلة كلها النهاردة يعني انا اظن ان هو يعني ما يكونش يكفي ان احنا نشوف روعة الحديث ده. حديث رواه مسلم عن فاطمة بنت قيس انها سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة. كلمة الصلاة جامعة دي يا جماعة لما كانت تقال في زمن النبي عليه السلام يعني معناها في حاجة خطيرة جدا جدا، النبي عايز يجمع المسلمين لأمر خطير، عايز يبلغهم حاجة، عايز يربيهم على أدب معين، عايز يصحح خطأ معين حد ارتكبه، يعني عايز يعمل أي حاجة معينة ينبه عليها المسلمين، فيأمر مناديه أن ينادي الصلاة جامعة. فاجتمع الناس، قالت فخرجت إلى المسجد، ده مين؟ فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها. قالت فخرجت إلى المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء الذي يلي ظهور القوم. خد بالك، يلي ظهور القوم يعني إيه؟ أنتوا عارفين إن في زمن النبي عليه السلام كان صفوف الرجال وخلفها صفوف النساء. ولا دليل بقى على اللي بيقول لك صفوف الرجال وبعدين صفوف الصبيان وبعدين صفوف النساء، لا، الصبيان يكونوا وسط الرجال، يكونوا وسط الرجال، وده جميل جدا عشان انت لو خليتهم في صف لوحدهم هيثيروا الشغب في المسجد ويعملوا مشاكل ويقلقوا المصلين، بل بالعكس خلي الولد جنبك لن يقطع الصف. لكن مش هنجيب عيل مثلا صغير او طفل صغير عنده سنتين ونقفه في الصف، هنجيب الغلام الذي يعني ايه ابتدى بقى يعني يدرك يعني ايه صلاه ويعني ايه مسجد. خد بالك النبي عليه الصلاه والسلام قال علموا اولادكم الصلاه هم ابناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم ابناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. يبقى على الاقل من سن 7 سنين ناخدهم المسجد، 7 سنين ده يدرك ما شاء الله وعاقل وفاهم ويقدر ايه يعرف يعني ايه وطي صوتك. خد بالك اوعى تزعج المصلين، اوعى تسيب الصف وتجري، اوعى تطلع على المنبر، اوعى تلعب في الميكروفون، اوعى تضايق الامام. خد بالك، وهكذا يقدر يفهم فيقدر يستوعب يعني ايه هيبه المسجد. وكمان في سن 7 سنين مش هيقدر ينجس المسجد اعزكم الله بقضاء حاجه او غير ذلك لانه كبر في السن الحمد لله رب العالمين. الشاهد في الموضوع ان هي بتقول انا كنت في الصف اللي ورا صفوف القوم، صفوف الرجال بالظبط. طب ده في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، معلش احنا بناخد بس فوائد كده سريعه وان كان موضوعنا هو الدجال لكن برضه فوائد كده جميله، ان النبي صلى الله عليه وسلم محدش لسه بيصلي عليه، ما تصلي عليه حبيب قلبي صلى الله عليه وآله وسلم، ان النبي عليه السلام قال خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وشر صفوف النساء اولها
وخيرها آخرها. الله، يعني أحسن صفوف للرجال الصفوف الأولى، وشر الصفوف الأخيرة. عكس بقى النساء، شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها. الكلام ده إمتى حبايبي؟ الكلام ده لما يكون المسجد الرجال بيصلوا خلفهم النساء مباشرة. ليه شر صفوف النساء أولها؟ لأنها تكون قريبة جدا من الرجال، قريبة جدا من الرجال، فربما انها تطلع على شيء او على اي حاجه عياذا بالله، او انها تفتن بشاب معين او غير ذلك، فعشان كده الافضل انها ترجع ورا. الكلام ده لما يكونوا كلهم بيصلوا في مكان واحد في المسجد، يبقى الرجاله قدام والنساء ورا، في الوقت دوت احسن صف للنساء اللي ورا خالص، مش اللي ورا الرجال على طول، خد بالك. لكن لو كان المسجد كحال اغلب مساجدنا الان، مسجد الناس بتصلوا، الرجاله بيصلوا تحت والنساء بيصلوا فوق في الصندره الخاصه بالاخوات، في الحاله ديت بقى ينقلب الحال، اللي هو ايه؟ يبقى بدل شر صفوف النساء اولها، لا، يبقى خير صفوف النساء اولها وشرها اخرها. وضحت المسألة؟ لأن الحكمة هنا انتفت خلاص. هو الحكمة في الحديث الأولاني إن المرأة ما تبقاش قريبة من الرجال، لكن ما دام هي بتصلي في مكان تاني غير المكان اللي فيه الرجال، يبقى خير صفوف النساء في الوقت دوت أولها، كما أخبر بذلك عدد كبير من أهل العلم. طيب تعالوا نكمل بقى حديث فاطمة بنت قيس بعد ما تصلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم. قالت: فكنت في صف النساء الذي يلي ظهور القوم، فلما قضى رسول الله صلاته صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر وهو يضحك صلى الله عليه وسلم. حاجة مفرحة النبي قوي، والصحابة كان أجمل لحظات عمرهم يا جماعة يوم ما يشوف النبي فرحان مبسوط. كان سيدنا عمر لما يشوفه بيبتسم كده يقول له: ما أضحكك يا رسول الله، بأبي أنت وأمي أضحك الله سنك. يعني فرحانين جدا، النبي فرحان، وكانوا يتضايقوا جدا لما يروا الكراهة في وجه النبي، شايفينه غضبان، شايفينه متضايق، شايفين حاجة مقدرة خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة إن سيدنا عمر بن الخطاب يا جماعة انتوا عارفين في وقت من الاوقات ساعه حادثه لما شاع خبر ان النبي طلق نسائه صلى الله عليه وسلم، وكان في الوقت دوت ملك غسان، ملك بلاد غسان، كان بيعد العده لقتال النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ولغزو المدينه. فجاه عمر بن الخطاب كان ليه صديق ليه كان بينزل يطلب العلم على يد النبي عليه السلام، وعمر بن الخطاب يشتغل وبعدين ينزل عمر يطلب العلم والتاني يشتغل، وكانوا بيتبادلوا مع بعض. صاحبه دوت من الانصار راح طرق الباب في ليله من الليالي بشده، فعمر اتخض: خير؟ ماذا جاء بك؟ قال: شر يا عمر. قال: ما هو؟ أجاء غسان؟ يعني ملك غسان دخل المدينة، غزا المدينة؟ قال: بل ما هو أشر من ذلك. قال: ما هو؟ قال: طلق النبي أزواجه. طبعا دي كانت إشاعة. يا خبر أبيض، يعني هم يعني مجرد إن النبي طلق أزواجه صلى الله عليه وسلم، عندهم أشر من إن غسان أو إن ملك غسان يغزو المدينة؟ اي نعم. ليه؟ لان ملك غسان لو غزا المدينه حتى لو قتل الصحابه، خد بالك، كل ده عند الصحابه لا يساوي تكدير خاطر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عندهم ان هم ما يتقتلوا ولا انيش النبي يزعل ولا يتضايق ولا شيء يكدر صفو النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في الموضوع هنا، قالت: فجلس النبي على المنبر وهو يضحك، ثم قال: ليلزم كل إنسان مصلاه، كل واحد يقعد مكانه. في حاجة مهمة جدا جدا النبي هيقولها دلوقتي للصحابة، فحب النبي يعرفهم إيه اللي حصل، فبدأ يقول لهم بقى. قال: أتدرون لما جمعتكم؟ فعارفين أنا جمعتكم ليه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. شوف الأدب الجميل من الصحابة، قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أما إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة. أنا مش جاي النهاردة بقى أكلمكم في الترغيب والترهيب والجنة والنار وأذكركم، لا، ده أنا عايز أقول لكم خبر مهم جدا وموضوع خطير جدا في غاية الخطورة. النبي كان قبلها يا جماعة قعد فترة يكلم الصحابة عن فتنة المسيح الدجال، وقعد بقى يفصل ويقولوا شكله كذا وعينيه كذا، وعين منهم ممسوحة والتانية عليها جلدة نازلة مش عارف ازاي، ومكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مسلم كاتب وغير كاتب، وهيخرج من المكان الفلاني وبيعمل كذا، ويقعد في الأرض 40 يوم، ويحمل وفتنه وصور من فتنه. وقعد يكلمهم كتير جدا ويقول لهم ويوضح لهم، يقول لهم: ما فيش نبي، ما من نبي إلا وأنذر قومه الدجال. يعني أنا مش بقول لكم الكلام ده إن أنا أول نبي بيحذر أمته، لا، ده كل الأنبياء بلا استثناء حذروا أمتهم من فتنة الدجال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أما إني ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة. خد بالك وركز معايا في الحديث بقى، قعد النبي على المنبر وبيكلمهم
وبيضحك ويقول لهم انا ما جمعتكمش لا الرغبه ولا الرهب، ولكن جمعتكم لان تميما الداري، واحد اسمه تميم الداري. ايه تميم الداري ده؟ رجل كان نصراني وشاف حاجه معينه ووقع في قلبه كلمه معينه. تخيل الكلمه دي من اللي قالها؟ الدجال. الدجال نفسه قال كلمه معينه، الكلمه دي وقعت في قلب تميم الداري. هو راح شاف الدجال وقابل الدجال واتكلم مع الدجال ورجع يقف بين ايدين النبي عليه السلام ويعلن اسلامه لله جل وعلا، يقول له اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبدا يحكي للنبي القصه اللي انتوا هتعرفوها دلوقتي. قصه خطيره جدا، عامله زي قصص، سامحوني يعني، زي قصه السندباد البحري والف ليله وليله، مع عدم التشبيه لكن قصه خطيره جدا. انا بحكي القصه بتاع تميم الداري، يعني خد بالك تميم الداري ايه اللي حصل. النبي بيقول لهم بقى، بيقول لهم ولكني جمعتكم لان تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع واسلم. فجاء ايه؟ خد بالك الفاء للتعقيب والسرعه. راح قابل الدجال فرجع بسرعه فبايع واسلم. لم يتاخر لحظه، رجع من الرحله دي مباشره على النبي عشان يعلن اسلامه لله سبحانه وتعالى. قال النبي لسه بيقول وحدثني حديثا وافق الذي كنت احدثكم عن المسيح الدجال. الله، النبي بيقول سبب انبساطي وسبب الضحك اللي انت شفته ده ان تميم الداري، هما فرحتين. الفرحه الاولى ان تميم الداري كان نصراني فاسلم، فدي فرحتني. الفرحه الثانيه ان انا ياما كلمتكم عن الدجال ووصفت لكم الدجال، فجيت تميم الداري بنفسه قابل الدجال وشاف الدجال وجي يحكي لي الكلام اللي يؤيد كل كلمة قلتها لكم بالحرف الواحد، مفيش ولا كلمة طلعت كده ولا كده، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. حبيبنا صلى الله عليه وسلم لا ينطق بكلمة إلا من خلال وحي صلى الله عليه وآله وسلم. بيقول إيه بقى؟ بيقول حدثني، يعني تميم الداري حدث النبي صلى الله عليه وسلم، حدث أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجزام، قبيلتين من قبائل العرب، 30 رجل منهم طلعوا في رحلة بحرية ومعاهم تميم الداري، ركبوا كلهم سفينة كبيرة وراحوا في رحلة بحرية طويلة جدا جدا، والعرب كان رحلاتهم البحرية كانت قليلة جدا لأن هم كانوا لا يعرفون البحر وطريق البحر وأغوار البحر، يعني كانوا يرهبون البحر. يعني تعلم حضرتك أن حبيبك صلى الله عليه وسلم لم يركب البحر أبدا صلى الله عليه وسلم، فالعرب كانوا يعني إيه يخافون من البحر. وسبحان الله، فتميم الداري بقى كان في رحلة مع 30 رجل من القبيلتين دول، فلعب بهم الموج شهرا كاملا في البحر. الامواج عليت جدا وفضلت الامواج عاليه بتتلاعب بالسفينه بتاعتهم مش ساعه ولا ساعتين ولا سنه ولا يوم ولا يومين، 30 يوم كامل، يعني شهر كامل وهم الامواج عماله تلعب بهم يمين وشمال. ولك ان تتخيل حضرتك الـ 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 يعني الكارثه اللي حصلت، كارثه السفينه الباخره السلام 98 واللي حصل فيها سبحان الله، وكانت يعني كانت مصيبه كبيره، مات فيها اكثر من 1100 واحد، ربنا يا رب يرحمهم جميعا رب العالمين، ونحسبهم من الشهداء ان شاء الله ولا نزكي على الله احدا. ويمكن عملنا لهم هنا، وكانت هديه جميله من قناتنا الحبيبه من قناه الناس، كانت هديه جميله جدا، احنا عملنا فقره جميله جدا عن السفينه وعملنا درس كامل اسمه رحله الموت، وقدمنا الموضوع هديه لهؤلاء الذين فقدوا في هذه السفينه. نشأت في الموضوع ان النبي بيقول انه تميم الداري قال لي كلام وافق كل الكلام اللي حصل معاه. ايه اللي حصل؟ ركب مع 30 واحد والبحر بقى الامواج بتاعته فضلت يعني هاجت الامواج بيهم لمده شهر كامل، قعدت تتلاعب بالسفينه. ايه اللي حصل؟ لحد ما وصلوا الى جزيره في عرض البحر. الجزيره دي فين؟ زي ما قلت لحضرتك هي في جهه قبل المشرق. هل عند روسيا؟ عند تركيا؟ عند الله اعلم، لكن هي في جهه المشرق. فبيقول النبي عليه السلام ان تميم الداري حكى له ان السفينه فضلت بقى الامواج تتلاعب بها لمده شهر كامل يا جماعه لحد ما وصلت للجزيره ديت. انا هختصر لكم الموضوع كده بكل بساطه واقول لكم اللي حصل عشان ايه، يعني مش لازم نوقف عند نص الحديث، هقول لكم القصه ببساطه. لما وصلت السفينه لشاطئ البحر ايه اللي حصل؟ بيقول فضلنا قاعدين في الاقرب بتاعه السفينه، الاقرب جمع قارب، القارب الصغيره ديت اللي هي قوارب النجاه زي ما بيقولوا، يعني السفينه ممكن تكون غرقت ممكن يكون حصل لها الله اعلم، ركبوا في القوارب الصغيره لحد ما وصلوا لشاطئ الجزيره. قعدوا في القوارب
فترة كده يفكروا نروح فين، نرجع منين، نعمل ايه، لحد ما يعني خلاص قالوا خلاص ننزل الجزيرة دي. نزلوا الجزيرة فلقوا دابة كبيرة شعرها كثيف جدا جدا جدا، يعني شكلها مخيف جدا، حتى بيقول لك مش عارفين وشها من ظهرها من كتر الشعر ما هو نازل على جسمها، ما هماش عارفين وش الدابة ديت ولا ده، يعني عايزين يقولوا المدام رايحة ولا جاية، مش عارفين حاجة خالص لأن شكلها يعني غريب جدا. فراحت الدابة ديت مقربة منهم، دابة ضخمة كلها عبارة عن شعر، يعني عفوا يعني ايه، عارف حضرتك الغوريلا بس اكتر من الغوريلا كمان، يعني حاجه كده مليانه كلها شعر من اولها لاخرها، لدرجه بقول لك من كثره وكثافه الشعر هم مش عارفين وشها من ضهرها. فقربت منهم الدابه، واول ما جت ناحيتهم قالت لهم من انتم؟ فقالوا لها من انت؟ يعني ايه انت لمين؟ فقالت انا الجساسه. خدوا بالكم وركزوا معايا، تميم الداري ركب السفينه مع 30 واحد، الامواج لعبت بهم شهر كامل، وصلت لجزيره، نزلوا من على الجزيره لقوا الدابه دي في وشهم. من انت؟ خافوا منها جدا لان قربت منهم قوي، وبعدين خافوا بقى تكون متوحشه داخله تاكلهم، داخله تلتهمهم، تفترسهم، تعورهم. من انت؟ فقالت انا الجساسه. شيء غريب، حيوان ودابه بيتكلم كله بامر الملك سبحانه وتعالى. قالت انا الجساسه. قالوا وما الجساسه؟ فراحت ما ردتش عليهم، يعني هم سالوها سؤال فردت عليهم باجابه تانية خالص، انا الجساسه ومن الجساسه؟ قالت لهم ايها القوم تعالوا انطلقوا الى هذا الرجل في الدير، في واحد هنا قاعد في الدير منتظركم بفارغ الصبر ونفسه يشوفكم ويكلمكم. احنا بنسالك انت مين؟ انا الجساسه. طب مين الجساسه؟ مالكوش دعوه بيا، زوجوش نفسكم، في مساله اهم من ده كله، في واحد قاعد في الدير هنا في الجزيرة نفسه يشوفكم ويقابلكم ويكلمكم. قالوا مين ده؟ قالت لهم تعالوا بس ورايا. قالوا فخفنا، الصحابة بيقولوا بقى، والتميم الداري بيحكي للنبي عليه الصلاة والسلام بيقولوا خفنا إنها تكون شيطانة وبتضحك علينا وعايزة تعمل فينا حاجة تضيعنا أو تموتنا أو إيه، أو يعني تتسبب في مشكلة لينا. فقالت انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأسواق، مشتاق جدا 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 ويشوفكم. المهم فبيقول بقى تميم الداري بيقول رحنا ورا الجساسة، مشينا وراها مجموعة بقى 31 واحد، إن تميم الداري ومعاه 30 واحد، ال 31 رجل كلهم مشوا ورا الجساسة، وكلهم طبعا أنا متخيل منظرهم بقى، جساسة ضخمة جدا، دابة ضخمة جدا، وشعرها كثيف جدا، وشكلها مخيف جدا لدرجة انهم اعتقدوا انها شطانة. فأكيد طبعا كلهم متجمعين مع بعض ماسكين في ايدين بعض، اللي بيها انها لو هجمت عليهم كلهم ينقضوا عليها، يعني على قلب رجل واحد، ولو مثلا هي مخبية لهم مثلا برضو حاجاتها على نفس الشكلة بتاعتها، يبقوا واقفين مع بعض ايه مجتمعين. لحد ما وصلوا للدير. فأول ما دخلوا الدير بيقولوا شفنا رجل ما رأينا رجلا أضخم منه جسدا أبدا، رجل ضخم جدا، طويل جدا، ضخم جدا، شكله مخيف جدا، سبحان الله. بيقول إيه؟ ومتوثق، مربوط، إيديه مجموعة إلى عنقه مربوطة، ورجليه من تحت مربوطة في رجليه من فوق، يعني متأيد من فوق ومتأيد من تحت. خد بالك من المنظر ده، مين دوت؟ ده الدجال. هو ده الدجال. آه فين بالظبط؟ في الجزيرة دي. أنهي جزيرة؟ الله أعلم. هيجي في حديث أو هيجي في آخر الموضوع إن الدجال هيخرج من حتة اسمها خراسان. طب هل هو فعلا موجود الآن في خراسان؟ برضه الله أعلم، قد يكون ذلك، وبعض أهل العلم ذهبوا إلى ذلك، لأن قالوا ما دام هيخرج من خراسان يبقى أكيد هو في خراسان. وبعضهم قال هيبقى موجود في حته اسمها يهوديه اصبهان، برضه الله اعلم، يعني الكلام ده كله ايه هنيجي ليه، يعني مش مشكلتنا او مش هو اللي احنا بنبحث عنه. دخلوا رجل ده، لقوا رجل ضخم جدا جدا يا جماعه، فبصوا فقال لهم، قالوا له ويلك من انت؟ فقال قد قدرتم على خبري فاخبروني من انتم، انتم عرفتوا انا مين، او شفتوني وعرفتوا شكلي وعرفتوا كل حاجه عني اهو، او عرفتوا حاجات كتير عني، انتوا اللي مين؟ فقالوا نحن اناس من العرب ركبنا سفينه، وقعدوا بقى يحكوا للدجال كل اللي حصل،
قالوا له نحن احنا ناس من بلاد العرب. ركبنا سفينة هاجت بنا الأمواج شهرا كاملا حتى ما وصلنا للجزيرة ديت. وأول ما وصلنا للجزيرة ديت يا دوب قاعدين بنستريح شوية شوية لقينا الجساسة دي في وشنا. قلنا لها من أنت؟ عفوا، قالت أنا الجساسة. طب إيه يعني إيه الجساسة أو مين الجساسة؟ قالت لهم تعالوا ده في واحد مشتاق يشوفكم في الدير موجود ومستنيكم، وإيه وهو إلى خبركم بالأشواق، مشتاق جدا هو يسمعكم ويعرف عنكم كتير، فجينا لك وشفناك، انت مين بقى؟ فسكت مرضيش برضو يرد عليهم. فقال اخبروني عن نخل بيسان. خد بالك الدجال غامض جدا جدا. الجساسة قالت لهم انا الجساسة. مين الجساسة؟ مرضيش تقول. هو الدجال هو مش عايز يقول لهم انا مين. هو قال لهم انتوا عرفتوا خبري، يعني جيت لحد عندي وصلتولي، انا بقى عايز اعرف انتوا مين. قالوا له احنا فلان، احنا كذا من العرب، و وحصل لنا كذا كذا، وحكوا له كل ايه كل اللي حصل لحد ما شافوه. يوم هو بدل ما يريحهم ويقول لهم انا مين، لا بيسالهم اسئله مهمه جدا. هيسالهم كم سؤال حبايبي؟ اربع اسئله. ايه هم الاسئله اللي هيسال لهم الدجال؟ اسئله مهمه جدا جدا واسئله خطيره جدا هيترتب عليها حاجات كثيره برضه. تحبوا نعرف الاسئله؟ ممكن نعرف الاسئله ديت بعد فاصل قصير، فابقوا معنا عشان نعرف الأسئلة. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، ربنا يبارك في أعماركم جميعا. تعالوا نشوف بسرعة كده قصة تميم الداري، قصة جميلة جدا زي ما قلت لكم، وهي قصة في صحيح مسلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله زي ما قلنا إن النبي عليه السلام جلس فبيضحك وجمع الصحابة وضحك، تضحكوا ليه؟ تعرفين بضحك ليه؟ أما إني ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميم الداري كان رجل نصراني فأسلم، وحكى لي قصة وافقت الكلام اللي انا بقوله لكم. تميم الداري ركب مع 30 رجل من لخم وجزام من قبيلتين من قبائل العرب، ركبوا سفينه وراحوا في رحله طويله جدا، وبعدين الامواج هاجت بيهم الامواج شهر كامل تتلاعب بالسفينه حتى ما وصلت الى جزيره من الجزر. ووصلوا في الجزيره ديت ودخلوا الجزيره، وقبل ما يدخلوا مباشره لقوا دابه كبيره جدا اهلب كثيره الشعر، ولدرجه انهم مش عارفين قبولها من دبرها، مش عارفين وشها من ظهرها، لان شعرها كان كثيف جدا. فقعدوا يبصوا لها، من انت؟ انا الجساسه. مين الجساسه؟ راحت على طول نقل الكلام تاني، قالت لهم ده في واحد في الدير مشتاق جدا لاخباركم وعايز اعرفكم، تعالوا اتفضلوا. وخدتهم معهم، دخلوا لقوا رجل ضخم جدا ضخامه غير عاديه، ومتوثق يديه الى عنقه ورجليه من تحت الى فخذيه، ويعني متكتف بحديد شديد جدا. فسالوه من انت؟ وبعدين هو مرضيش يرد عليهم، قال لهم يعني انتوا عرفتوا خبري، انتوا اللي مين؟ قالوا احنا ناس من العرب حصل لنا كذا، وحكوا له القصه لحد ما ايه؟ لحد ما جابتهم الجساسه لحد المسيح الدجال. فبدا يسالهم اربع اسئله غريبه جدا. قال أخبروني عن نخل بيسان. بيسان مدينة من مدن بلدنا الحبيبة فلسطين. قال لهم أخبروني النخل البيسان إيه اللي حصل له؟ فقالوا له عن أي شأنها تستخبر؟ أنت بتسأل عن إيه بالظبط؟ يعني في حاجة معينة أنت عايز تعرفها عن نخل بيسان؟ قال أسألكم عن نخلها. شيء طبيعي أنا بسألكم عن النخل، أنا بسألكم عن الثمر بتاعه، هل يثمر؟ فقالوا نعم. فقال أما إنه يوشك ألا يثمر. يا سبحانك يا ربي، الدجال قاعد فين يا جماعه؟ في الجزيره ديت، في الدير اللي موجود في الجزيره دي. واحد يستغرب مع التقنيه العلميه والتقدم ده كله والاقمار الصناعيه والاستخبارات العالميه والطائرات بتاعت التجسس والصواريخ والاقمار دي كلها، ومحدش عارف مكان الدجال. محدش عارف مكانه. لا ده في اللي اغرب من كده. طب الدجال قاعد في دير جوه دير في جزيره، يعني قاعد مستخبي جوه دير في جزيره، يعني هنقول يعني ما حدش شايفه. ده اللي اعجب من ده كله، قوم ياجوج وماجوج اللي هم بالمليارات بالملايين والمليارات اعداد غير عاديه، وموجودين بين جبلين يقال ان هم عند جبال ارمينيا واذربيجان والحته ديت الله اعلم، لكن موجودين بين جبلين يعني مكشوفين للناس، والطيارات بتعدي رايحه جايه والصواريخ والاقمار الصناعيه، لكن ربك جل وعلا يقدر ان محدش يشوفهم الا لما ياذن لهم بالخروج من بين الجبلين. شوف سبحانه وتعالى، الله قادر، الله قادر سبحانه وتعالى. فالمساله ان هو بيسالهم بقى عن حاجه، الحاجه دي في علم الغيب بالنسبه له هو،
وبالنسبه لنا احنا كمان، يعني هو بيسالهم عن نخل بيسان، هو قاعد في الجزيره ديت وبيلاقوهم نخل بيسان اللي في فلسطين، اخباره ايه؟ طب هو بيسال ليه عن كده؟ ما تعرفش ايه الحكمه من كده؟ ما تعرفش. قالوا له بتسال عن ايه بالظبط؟ قال لهم بيثمر بيطلع ثمر. قالوا له اه. قال لهم اما انه يوشك الا يثمر، هيجي عليه وقت قريب مش هيثمر مش هيطلع ثمر. طب ده بيخبر عن غيبيات وحصلت. اه طب الغيبيات ديت معنى كده ان المسيح الدجال يعلم الغيب؟ لا طبعا، قال جل في علاه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. يبقى ما حدش يعلم الغيب على الاطلاق الا الله، ربنا سبحانه وتعالى يطلع بعض الرسل والانبياء على بعض الغيبيات من باب تأييد هؤلاء بهذه الرساله العظيمه وتأييد رسالتهم عشان الناس تعرف ان هم مبعوثين من عند المولى عز وجل سبحانه وتعالى. اما الغيب على الاطلاق لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. السؤال الثاني، قال لهم المسيح الدجال اخبروني عن بحيره طبريه. بحيره طبريه برضو بحيره عذبة الماء في أرضنا الحبيبة في أرض فلسطين. ربنا يحفظ أهل فلسطين يا رب ويبارك فيهم ويفرج همهم يا رب وينصرهم على عدوهم، اللهم أمين. قال أخبروني عن البحيرة الطبرية. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب. خد بالك بقى، شوف سبحان الله، نقلت بعض الصحف العالمية إن الماء قد قل في بحيرة طبرية بصورة مذهلة في هذا الزمان، وده بيوافق نفس الكلام اللي بيقوله مين؟ المسيح الدجال. وزي ما قلت لحضرتك هو لا يعلم الغيب على الإطلاق، دي أمور ربنا بيقدرها إنه يعطيه الإمكانات دي كلها، يخبر عن بعض الغيبيات وإنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت ويفعل ويفعل، كل هذا بتقدير المولى عز وجل حتى يكون ذلك فتنة للكافرين والمنافقين ويكون تثبيتا لقلوب المؤمنين الموحدين. ربنا يجعلنا وإياكم من الموحدين. أخبرونا عن بحيرة الطبرية. ايوه اما انها ايه يعني يوشك الا يكون فيها. وخد بالك من حاجه، الحته اللي بيقول عنها المسيح الدجال ديت هي ميه بحيره طبريه فعلا قلت جدا، لكنها ستجف تماما في عهد ياجوج وماجوج، لانه ورد في الحديث ان هم هيمروا على بحيره طبريه هيشربوا كل الميه اللي باقيه اللي فيها مش هيخلوا فيها ولا قطره ماء. يعني المسيح الدجال بيخبر بما سيحدث في العهد اللي بعده مباشرة، اللي هو عهد ظهور يأجوج ومأجوج، وما بينه وما بين بعض ما فيش مثلا يعني شهور أو يمكن أسابيع، لأن بمجرد ما المسيح الدجال هيقتل من هنا هيظهر على طول يأجوج ومأجوج، يعني هيخترقوا السد اللي ما بين الجبلين ويخرجوا ويعيثوا في الأرض فسادا وأفسادا إلى آخر القصة. مش عايزين نحرق القصة الجميلة دي اللي هتحدث في زمن عيسى عليه السلام حينما ينزل إلى الأرض مرة أخرى كرجل حاكم من حكام المسلمين من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال الثالث، قال أخبروني عن عين زغر. عين زغر برضو بلدة في الجانب القبلي من بلاد الشام، يعني موجودة برضو في بلاد الشام. فقالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. ما علقش على دي بالذات، ما عرفش ليه. آخر سؤال، قال أخبروني، وده بقى أهم سؤال، سؤال خطير جدا ومهم جدا وعجيب جدا. المسيح الدجال بيسأل عن حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. هو محبوس في الدير، وزي ما قلت لحضرتك إن مفيش نبي بعث على وجه الأرض إلا وقد أنذر أمته من شر فتنة المسيح الدجال. يا ترى هل الدجال كان موجود منذ الأنبياء أو منذ بداية الأنبياء جميعا لحد آخر الزمان عند نزول سيدنا عيسى؟ الله أعلم. خد بالك، لكنه يسأل الآن عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أخبروني عن نبي الأميين ما فعل. فقالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب، يعني المدينة. قالوا له خرج من مكة بسبب بقى الاضطهاد والمشاكل والأذى اللي اتسلط عليه من الكفار والمشركين ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ ده مين بيقول؟ شوف مسيح الدجال، شوف وصل بقى يعني ايه، يعني الاسئله بتاعته وصلت لفين؟ لحاجات في الصميم بالبلدي كده، يعني بيسال العرب قتلوا النبي؟ قالوا له ايوه. قال كيف صنع بهم؟
عمل ايه معاهم؟ قال تميم الداري: فاخبرناه انه قد ظهر على من يليه من العرب واطاعوه. يعني هو الحمد لله ربنا نصره على كل اللي حواليه، وفي النهايه لما لقوا الموضوع يعني ايه، يعني واخد بال حضرتك ان هو خلاص فعلا نبي مؤيد من عند المولى عز وجل، خلاص امنوا بانه هو النبي صلى الله عليه وسلم واطاعوه. فقال المسيح الدجال، ودي اغرب كلمه تعجبت منها، يعني قلت سبحان الله، دي كلمه خرجت من فم رجل كافر، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وباقوام لا خلاق لهم. قال المسيح الدجال: قد كان ذلك؟ هم فعلا انتصر عليهم واطاعوه؟ فقلنا نعم. فقال المسيح الدجال: اما ان ذاك خير لهم ان يطيعوه. يا الله، مين اللي سمع الكلام ده؟ تميم الداري. تميم الداري في الوقت ده كان نصراني، والمسيح الدجال بيقول لتميم الداري والتلاتين واحد اللي معاه، بيقول لهم اما ان ذاك خير لهم ان يطيعوه، احسن لهم، ويعني عارف باللغه المصري كده، فاهم ازاي؟ يعني يا خير ما فعلت، كويس قوي قوي ان هم اطاعوه. ده اللي بيقول الكلام ده مين؟ رجل كافر، ومش كافر وبس، ده أكبر فتنة موجودة على وجه الأرض منذ خلق آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. المسيح الدجال بيقول أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه. كويس، وأحسن حاجة إن هم يطيعوا هذا الرجل صلى الله عليه وسلم. وإني مخبركم عني، مش أنتوا بقى عايزين تسألوا عني؟ أنا سألت الأربع أسئلة اللي كان نفسي أسألها لكم وانتوا جاوبتوني، انا بقى اعرفكم انا مين، واني مخبركم عني. واضح يا جماعه القصه؟ انا عايز ابائي وامهاتي اللي قاعدين قدامي يكونوا فاهمين كل الكلام اللي بقوله تماما، يكون الامر واضح كده. احنا لحد الان متوسطين جدا في المساله عشان المساله توصل والموضوع يبقى واضح في اذهاننا جميعا. واني مخبركم عني، هقول لكم انا مين. اني انا المسيح، طبعا المسيح الدجال، بس ما فيش حرامي بيقول على نفسه حرامي، وهو دجال ومش هيقول على نفسه انا دجال، يعني مش هيقول انا المسيح الدجال، فلكن قال ايه؟ قال اني انا المسيح. واني اوشك، خد بالك الكلام ده في زمن النبي، ركز معايا، الكلام ده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لان تميم الداري سمع الكلام ده من الدجال ورجع من الرحله، راح للنبي قبله واسلم على طول وحكى له ايه؟ القصه ديت. قال اني انا المسيح، واني اوشك ان يؤذن لي في الخروج. خلاص قربت يؤذن لي من عند المولى عز وجل ان انا اخرج من الدير دوت، ويتفك الوثاق بتاعي واخرج وهلف الارض كلها ما عدا بلدين. هو اللي يقول لهم كده، بيقول لهم هيطوف الارض كلها ما عدا بلدين، مكه والمدينه. ليه؟ هو بقى اللي هيقول كمان برضه، وكل الكلام ده يعني يعلمه بقدره من المولى عز وجل. بيقول لأن موجود على أنقاب، على أطراف، على أبواب مكة والمدينة ملائكة ماسكين سيوف مسلولة، واخد بالك؟ كلما أردت أن أدخل مكة أو المدينة ضربوني بها، مقدرش أخش لا مكة ولا المدينة، خد بالك. فطعن النبي بمخصرته على المنبر وقال هذه طيبة. النبي بيقول لهم ايه؟ هذه طيبه. ما خلصت القصه خلاص. تميم الداري ركب مع 30 واحد راحوا الجزيره ديت، واخد بالك؟ والجاسوسه قابلتهم وديتهم مسيح الدجال، سالهم الاربع اسئله، وفي الاخر قال لهم انا الدجال او انا المسيح. وحصل كذا كذا، ويكاد ان يؤذن لي في الخروج، فاخرج واطوف الارض كلها ما عدا مكه والمدينه، لان عليها ملائكه هتحرسها، هتحرس مكه والمدينه، يعني مكه وطيبه، تمام؟ فما اقدرش اخشها. يقوم النبي يعلق بقى على كلام المسيح الدجال ويقول ايه؟ خد بالك، هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة. ألا إني كنت قد حدثتكم ذلك؟ مش أنا قلت لكم نفس الكلام اللي تميم الداري قاله لي؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه. الله، يا سلام. انت عارف، عايز اعلق بس على حتتين مهمين قوي قوي، ودي يعني يكفي احنا لو خدنا الدرس في الحته دي او في الجزئيه، القصه ديت مهمه قوي قوي. لما المسيح الدجال قال لتميم الداري،
هو نبي الأمين خرج، قال له اه، عمل ايه؟ خرج من مكة وراح المدينة، عمل ايه مع الناس؟ اقاتله العرب؟ قال له قتلوه. اه حصل. طب عمل ايه معاهم؟ قالوا له نصره الله عليهم واطاعوه. قال اما ان ذاك خير لهم ان يطيعوه. عارف دي عامله زي ايه؟ عارف لما ابو هريره رضي الله عنه وارضاه حبيبنا صلى الله عليه وسلم امره ان يحفظ مال الصدقه، الشعير بقى والقمح والحدوه، فكان بيجي واحد يسرق القمح بالليل. ابو هريره مسكه اول مره فقال له معلش سامحني، ده انا عندي عيال وعليا ديون و اتركني ولن اعود. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقابل ابو هريره في صلاه الفجر يقول له ما فعل اسيرك البارحه. وابو هريره ما قالش للنبي الحكايه، ده النبي عرفها من الوحي. ما فعل اسيرك البارحه يا ابا هريره؟ قال له يا رسول الله اقسم لي انه لن يعود مره اخرى. قال اما انه سيعود. خد بالك، اما انه سيعود. ففعلا في الليله الثانيه ابو هريره داخل المخزن بتاع القمح، لقى برضه ايه الراجل ده داخل بيسرق من القمح، فراح ماسكه مره تانية قال له والله اخر مره ومش راجع تاني وشاف ايه، والله ده انا عندي عيال وبسعى عليهم وعليا ديون وسامحني وان شاء الله ده اخر مره. فراح سابه، راح يصلي الفجر مع النبي، قال له ما فعل اسيرك الليله؟ قال له يا رسول الله حلف لي انه لن يعود. قال اما انه قد كذبك وانه سيعود. وفي الليله الثالثه وابو هريره بيقول كلمه حلوه قوي، قال فعلمت انه سيعود لان النبي قال انه سيعود. يا ريت المسلمين يصدقوا كلام النبي، يا ريت يا ريت لما النبي يقول يعني ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، يا ريت نصدق كلام النبي ونكون صادقين بقى مع بعض، ونكون صادقين مع الناس، ونكون صادقين مع انفسنا، ونكون صادقين مع ربنا قبل اي شيء سبحانه وتعالى. ويا ريت نصدق لما النبي بيقول وان الكذب يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فابو هريره بيقول علمت انه سيعود لان النبي قال انه سيعود. فعاد ودخل عشان يسرق، فابو هريره مسكه قال له والله مش، قال له بص مش هسيبك يعني المره دي بقى خلاص بقى يعني ايه التالته تبته يعني مش هسيبك خلاص. فقال له طب انا هقول لك على حاجه هتنفعك جدا جدا وسيبني. قال له ايه؟ قال إذا أويت إلى فراشك كل ليلة فاقرأ آية الكرسي فإنه لن يقربك شيطان حتى تصبح. فرح أبو هريرة خد الكلمتين دول وسابه بقى. فرح للنبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر. ما فعل أسيرك الليلة يا أبو؟ قال له حالف بيا كذا وكذا، وقال لي كذا وكذا وكذا. قال صدقك وهو كذوب. هو الأصل إن هو كذاب، لكن في الحتة دي بالذات هو كان صادق فعلا. واضح كده؟ ألا تعلم من كنت تلقى يا أبا هريرة؟ أنت عرفت إن مين؟ أنت عمال بتكلم مين بقالك 3 أيام؟ قال له من يا رسول الله؟ قال ذلك شيطان أو ذاك شيطان. اللي كان بيجيلك يسرق القمح ده شيطان كان بيتمثل في صورة رجل وبيسرق منك، ولما قال لك إن أنت لو قرأت آية الكرسي يكون معك من الله حفيظ عليك ولا يقربك شيطان حتى تصبح، هو صدق في هذا الكلام مع إن الأصل إن هو كذاب. ده اللي حصل مع المسيح الدجال. ان هو كذاب في حاجات كتير، مش في حاجات كتير، في كل حاجه تقريبا. لكن شوف في الحته دي قال لي ايه؟ قال له إيه؟ اما ان ذاك خير لهم ان يطيعوه. شوف الحته. الحاجه الثانيه اللي عايزين نقف معاها ان الحديث ده دليل على صدق النبي، واحنا مش محتاجين دليل على صدق النبي. اذا كان ابو جهل وابو لهب الاثنين كانوا عارفين ان النبي هو الصادق والامين، وكانوا لا يلقبون النبي في الجاهليه قبل الاسلام الا بالصادق الامين. ولما حصلت مشكلة الحجر الأسود لما بنوا الكعبة وخلاص بقى عايزين يحطوا الحجر الأسود، فاختلفوا وتنازعوا وكادوا أن يقتتلوا جميعا كما تعلمون، قالوا طب خلاص نتحاكم إلى أول رجل يدخل علينا الآن. فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا جاء الصادق الأمين. وجاء الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم وقال يعني ابسطوا ثوبا وضعوا الحجر في النصف، وكل قبيلة يأتي منها رجل واحد يمثل القبيلة ديت ويأخذ بطرف الثوب حتى نضع الحجر، ويكونوا بذلك قد اشتركوا جميعا في وضع الحجر. فلما فعلوا ذلك وجاءوا قرب مكان الحجر أخذ النبي الحجر بيده الكريمة ووضع الحجر في مكانه بأبي وهو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. حقيقة الموضوع فعلا في غاية الخطورة. مسيح الدجال، فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال يا جماعة لما هيظهر، هيظهر بعد فتح القسطنطينية، بعد الخير ده كله
وبعد التمكين ده كله وبعد الغنائم دي كلها وبعد الدنيا ما تتفتح على الناس دي يعني فتح غير عادي، ومرة واحدة يصرخ الصارخ فيهم ويقول إن الدجال قد خلفكم في ذراريكم. طبعا الكلام ده كان هيكون كذب، لكن حينما يعودون إلى بلدهم مرة أخرى أول ما وصلوا هناك سيجدوا فعلا إن الدجال قد ظهر. يعني ساعة لما صرخ الصارخ ده وقالوا الدجال ظهر، ما كانش ظهر، لكنه سيظهر بعدها مباشرة، مباشرة بعدها بيومين بثلاثة، لكن سيظهر. فده دليل على إن الدنيا فعلا ما فيهاش متعة كاملة، ومحال إن يكون فيها متعة كاملة. ما ملئ بيت فرحا كما قال ابن مسعود، ما ملئ بيت فرحا إلا ملئ حزنا وطرحا. أي إنسان في الدنيا عاش أفراح وجراح، عاش آلام وأحزان، وعاش سرور وأيام سعيدة، عاش في حياة جميلة جدا، عاش غني في أوقات معينة وعاش فقير في أوقات تانية، عاش حر طليق في وقت معين وعاش في سجن من السجون في وقت معين، عاش مريض وعاش صحيح، وعاش مشهور وعاش مغمور، وعاش محبوب وعاش. كل إنسان مر بتجارب كثيرة جدا جدا، كما يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة جدا، ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. أحداث كثيرة جدا هتحصل في فتنة المسيح الدجال. ده دليل عليه يا جماعة، الدجال لما يظهر ويقول لك أنا مستعد أخلي السماء تمطر، هل الدجال كريم على الله للدرجة دي؟ يعني انت النهارده لما بتقعد تقول ايه، هو ليه ربنا مش مديني الحاجه الفلانيه، او ليه ربنا مش ممكنني من الشيء الفلاني، او ليه ربنا ما فتحش عليا في الماده وفي الفلوس، وليه ربنا ما ادانيش الشهره زي ما فلان مشهور، وليه ربنا ما ادانيش حب الناس زي ما فلان محبوب. محدش عارف، يمكن تكون الحاجه اللي انت بتتمناها يكون فيها الهلاك بتاعك. احيانا الانسان يا جماعه يتمنى هلاكه. لما بنرجع للذاكره زمان واحنا صغيرين، لما كان واحد بيتمنى، واحد يقول والله ده كانت امنيه عمري، يا سلام كان نفسي ابقى ممثل مشهور، كان نفسي ابقى كده يشار اليا بالبنان كده خد بالك، والناس كلها تتفرج عليا. يعني زي احد الممثلين كان بيستضيفه مذيع، فبيقول له حضرتك ما شاء الله يعني مشهور جدا والناس كلها بتتفرج على كل افلامك قال له دي دعوه امي والله، يعني سبحان الله امي دعت لي دعوه جميله جدا يعني. قال له دعت لي دعوه من قلبها، قالت له روح يا ابني ربنا يفرج عليك خلقه، واخد بالك، فيعني ايه فاتفرج عليه كل الناس يعني. فالشاهد في الموضوع ان احيانا الانسان بيتمنى هلاكه، وبعدين لما هو بقى يفشل وما يوصلش وما يبقاش ممثل كبير او فنان كبير او مطرب كبير، ويزعل بقى كده ويشعر بالخزي والحسره والندم، وش معنى فلان وانا حظي كده وانا ماليش بخت وانا وانا وانا. لكن لما يكبر ويعقل ويعرف ان اغلى حاجه في الدنيا ان هو يكون انسان مسلم ملتزم متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول الحمد لله الذي عافانا، الحمد لله الذي عافانا. بجد بجد تشعر بنعمه ربنا عليك، ان اعظم نعمه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي، فين هي؟ ورضيت لكم الاسلام دينا. اجمل نعمه واعظم نعمه واجل نعمه ربنا ينعم بها على الانسان ان يكون مسلم موحد لله سبحانه وتعالى، متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فزي ما بقول لك فتن الدجال كبيره جدا. في وسط الفتن دي كلها لما يقول للسماء تمطر، هو الدجال اغلى عند ربنا منك؟ طبعا لا، انت اغلى عند ربنا من ملء الارض من مثل هذا، ده رجل كافر. معقوله يكون هو اغلى عند ربنا منك؟ لكن ده عشان تعرف ان قدر الانسان عند ربنا عمره ما يكون بالثراء ولا بالمال ولا بالمنصب ولا بالجاه ولا بالشهره ولا بالقوه ولا بالصحه ولا بالأزواج ولا بالأولاد، وإنما كما قال جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كل ما تكون تقي، كل ما تكون قريب من ربنا، كل ما تكون متبع لنبينا صلى الله عليه وسلم، كل ما تكون كريم على ربنا، ربنا بيحبك سبحانه وتعالى. هي دي المسألة، إن الدجال هيبقى معاه الإمكانيات دي كلها، أنت معكش عشر معشار اللي هيكون مع الدجال، بل مش أنت وبس، ولا حتى الصحابة، بل ولا حتى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. هل النبي امر السماء ان تمطر فامطرت؟ هل النبي امر الارض ان يخرج زرعها فخرج؟ هل النبي امر الارض ان تخرج كنوزها فخرجت؟ دي فتنه، فتنه ربنا اعطاها ومكن منها الدجال لتكون فتنه للكافرين والمجرمين، ولتكون تثبيتا لقلوب المؤمنين بفضل الله. ليه؟ لان اللي اخبرنا بالكلام ده كله مين؟ ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. النبي هو اللي قال لنا كل ده، قال لنا الدجال هيخرج معاه جنه ونار، وان هو بينتقل بين البلدان بسرعه اسرع من الريح، وان هو هيستعين بالشياطين، وان هو هيقتل رجل ويمر بينه ثم يحيي مره اخرى، وانه هيامر الارض فتطيعه والسماء فتطيعه. مين اللي اخبر بكل ده؟ الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم.
فلما يخبر بده كله واحنا نشوف ده كله صدقت يا رسول الله من غير ما نشوف حتى. فده ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. فعلا حتى من غير ما نشوف نحن نصدق الله ونصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومش محتاجين لأي أدلة على صدق المولى عز وجل سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا، سبحانه وتعالى لا أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم مش محتاجين من يجعلنا نستدل على صدق النبي، النبي هو الصادق الأمين، لكن إحنا اللي محتاجين إن إحنا نثبت، ومحتاجين إن إحنا نتحصن بالإيمان، لأن يقينا وأنا بكرر الكلام ده في كل حلقة، والله ثم والله لن يثبت في الأيام القادمة إلا أهل الإيمان. وتستدل كده إن أنت لازم تعرف عقيدتك، ولازم تعرف التوحيد، وتعرف إيمانك بالله، وتعرف إزاي إن أنت فعلا تحقق الإيمان والتوحيد، وإزاي إن أنت تعرف يعني إيه لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. خد بالك فيها نفي وإثبات. فانت لازم النهاردة تدين لله قلبا وقالبا، واسجد واقترب، قرب من ربنا واعبد ربنا واسجد وسبح واعمل كل طاعة قربك من ربنا، دي هتكون من أسباب التثبيت بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. من الآن استعن بالله، قل له يا رب استعين بك يا رب ان انت تنجيني من فتنة الدجال، استعين بك يا رب ان انت تثبتني في هذه الفتن. لكن زي ما قلت لحضراتكم استجيبوا لله وللرسول، لابد من الاستجابة. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هرولا. ان انت لازم تاخد خطوه. ان اختنا الفاضله اللي لسه لحد الان ما لبستش حجاب تجدد البيعه الليله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان شاء الله البس حجابي قبل ما تبقي صيده للدجال ولا ياجوج وماجوج ولا الفتن اللي جايه دي كلها. الحق نفسك من الان، لان في النهايه ان شاء الله لا يصح الا الصحيح. في النهايه انت بنفسك هتقولي والله بجد انا لسه ابقى محجبه، بصرف النظر، واحنا قلنا بكده يا جماعه بصرف النظر بقى، ان انت تقولي لا اصل في محجبات بيعملوا مالكيش دعوه باي حد. يعني شوفي، وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا. اقرا كتابك انت، وانت كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه، ومن ضل فانما يضل عليها، ولا تزر وازره وزر اخرى. مش هنعاقب حد بذنب حد. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. احنا بنبلغ عن الله ونبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنقول يا مسلمين الحقوا، الحقوا نفسكم، الدنيا مش مستاهله اللي الناس بتعمله في بعض في هذه الايام بالذات. يعني فتن شديده جدا وبلاء شديد جدا، اقبال على الدنيا وفتنه الدنيا بقت شيء فوق الخيال. بيوت كامله عماله عياذا بالله بتضيع بسبب الاقبال الشديد جدا على الدنيا. احنا ما بنقولش يا جماعه هنتدروش ونسيب الاقبال على الدنيا ونسيب العمل والشغل، لا بالعكس، ده انا عايزك تشتغل وتنجح وتبقى معاك فلوس وصاحب منصب و، لكن تستخدم كل ده في طاعه ربنا، وان كل ده ما يلهكش ابدا عن طاعه ربنا وعن اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. الاصل انا مسلم دكتور، الاصل انا مسلم مهندس، انا مسلم مدرس، ده الاصل في الاسلام. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ده الهدف الاساسي اللي انت جيت من اجله، اوعى تنساه. انت جاي عشان تعبد ربنا، خدت بالك؟ كون ان انت جاي تعبد ربنا لازم تعرف قدامك في حاجه مهمه جدا، ان انت تعرف ايه اللي هيحصل في الدنيا وايه اللي هيحصل في الاخره. رحله الى الدار الاخره ده مش مجرد بس قصه انا جاي بحكي لك حدوته، لا ده انا اكتفيت النهارده، انا كنت النهارده لسه هخش في مواضيع ثانيه كتيره جدا. ان في واحد كان موجود في زمن النبي اسمه ابن صياد. ابن صياد دوت هل هو الدجال ولا مش هو الدجال؟ ده مشكلة، ده موضوع تاني خالص. ده الموضوع ده حير النبي نفسه صلى الله عليه وسلم وحير الصحابة، لأن النبي لم يوحى عليه في شأن هذا الرجل بشيء. مين هو ابن الصياد وإيه حكايته وكان بيعمل إيه وشكله إيه واتولد فين وكان ديانته إيه، ويا ترى أسلم ولا ما أسلمش، والناس ليه كانوا شاكين إن هو الدجال، والنبي اختبره إزاي وراح له إزاي وعمل إيه عشان يعرف هل هو الدجال ولا مش دجال، ومات إمتى وحصل له ايه؟ ده الموضوع اللي احنا هنلتقي بيه ان شاء الله في الحلقه القادمه، موضوع خطير جدا، نعرف مين هو ابن صياد او ابن صائد. مين هو ابن صياد ومات امتى ومات ازاي؟ طب والدجال قبل ما يظهر مباشره يا جماعه، الثلاث سنين اللي قبل ظهور الدجال هيحصل فيها ايه؟ هيحصل فيها حاجه عجيبه جدا هتعرفوها الحلقه القادمه. وفوق ده كله كمان الدجال لما هيظهر، هيظهر هتكون قوه المسلمين شكلها ازاي؟ هتكون هي اكبر قوه موجوده على الارض ولا قوه مستضعفه ولا هيكون حالهم ايه؟ هنعرف الكلام دوت. طب ويا ترى لما يظهر الدجال الناس اللي هتروح وهي واثقه في نفسها او ان هي مؤمنه وتثبت امام الدجال هتثبت ولا مش هتثبت؟ طب ازاي ننجو من فتنه الدجال بعد كل اللي حكيناه ده؟ ازاي ننجو من فتنه الدجال؟
هنعرف كل الكلام ده في الحلقة القادمة. الحلقة القادمة تبقى حلقة ثرية جدا جدا ومليئة بالأحداث المثيرة جدا، يعني بجد من دلوقتي احرصوا إن شاء الله تشوفوا الحلقة القادمة عشان تعرفوا قصة ابن صياد، وتعرفوا قصة نهاية ابن صياد ونهاية الدجال، وإزاي بقى سيقتل الدجال وتكون نهايته عاملة إزاي، ومن أين سيخرج ومتى سيخرج، مسألة مهمة جدا. وإيه السبب؟ خد بالك خد بالك. طب يا ريت بقى مسابقة الأسبوع ده مدني، مسابقة الأسبوع ده ايه السبب، ما هو السبب الذي سيخرج بسببه، او ما هو الشيء الذي سيخرج بسببه الدجال. والمكافأة ان شاء الله مجموعتين كاملين من الكتب بتاعتي ان شاء الله، تاخدوهم برضو مكتبة الصفا ان شاء الله، تبعتوا الاجابات طول الاسبوع. ما هو السبب، ايه السبب اللي هيكون، او هو ايه هو الشيء اللي سيكون سببا في خروج الدجال، هو ده سؤال حلقة الأسبوع دوت. ربنا يبارك فيكم، فاضلنا كده 3 دقايق ونص، ندعي فيهم بسرعة كده. ربنا يبارك فيك يا رب، إني داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين، اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، نجنا جميعا من فتنة المسيح الدجال، نجنا جميعا من فتنة المسيح الدجال، نجنا جميعا من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك، واغننا بفضلك عمن سواك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد، برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أغث إخواننا في فلسطين، أغث إخواننا في العراق وفي الشيشان وفي السودان وفي كل مكان يا رب، إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اغفر ذنوبنا يا رب العالمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وسد الدين عن المديونين، اللهم ارزق أخواتنا العفاف يا رب العالمين، زوج بنات المسلمين، زوج شباب المسلمين، وارزق من حرم من الذرية يا رب العالمين، ارزقهم الذرية الصالحة يا أرحم الراحمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا جميعا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا إذا ورينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا الله، عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك، فإن لم تغفر لنا وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم. اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب، اعتق رقابنا الليلة من النار، اعتق رقابنا الليلة من النار. اللهم اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها ابدا، واتمم لنا اللذة يا الله بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.